سلطانة. رستم آغا، اجيت لما سمعت الخبر. الله يشفي السلطان ويقومه لحضرتك بالسلامة. آمين. معقول يتجرأوا انه يسمموا مولاي السلطان؟ تأمريني بشي يا سلطانة؟ ما في قدامنا غير انه نستنى. خليك هون بالقصر، فتح عيونك وأدنيك، لأنه هدول الخونة موجودين هون لساتهم جوات القصر. لا تاكلي هم بنوب سلطانة. بعرف إنه الوقت مانو مناسب لأحكي معك بهيك موضوع، بس لازم نحن نكون جاهزين إذا لا سمح الله. يعني مولاي السلطان، شيل الاحتمال من راسك، عم تفهم؟ وأوعك تفكر فيه. سلطانة، الموضوع مهم مشان سلامتكن. حضرتك جبتي 4 أمراء لهي السلالة، وبعدين الأمير محمد بينخاف عليه بهيك وضع. اسمحي لي إنه أخده على مكان آمن. محمد، الله وحده بس بيعرف يا ابني شو رح تكون مخبية الأيام الجاية لهالدولة. بس بدي اياك تعرف شغلة وحدة، إنه هاي الأيام بتحدد مستقبلكم. شو بتقصدي أمي؟ يلي حاولوا انه يقتلوا ابوك يا محمد رح يحاولوا انهم يتخلصوا منك. اوعى يا ابني تعطيهم هالفرصة. كون قوي، انا واخواتك بحاجتك كتير. بكرة بتشوفي يا امي، كل هدول الخونة رح يجي يوم وخليهم يدفعوا الثمن. هدول حوالينا يا محمد، هون عم يستنوا الفرصة ليتخلصوا منك ومن إخواتك. بس أنت لا تأكل هم، أنا جنبك، ما رح أسمح لهم بهالشي. أنا ما رح أرتاح يا ابني غير لما نمسكهم لهدول الخونة ونتخلص منهم. سليمان.